السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة معلوميات دوت كوم. إن شاء الله في الفيديو ده هنعرف إزاي نحمل قوالب الأبحاث من على موقع وزارة التربية والتعليم، وإزاي نجعل قالب البحث جاهز للكتابة، وإزاي كمان نضيف الصور لقالب البحث. هندخل على جوجل ونكتب وزارة التربية والتعليم، تمام، ونختار اول حاجة تطلع لي وزارة التربية والتعليم، ونروح على نختار المشروعات البحثية للمراحل التعليمية ونضغط عليها، تمام. هيظهر عندي كده بيقول لي القوالب البحثية للمراحل التعليمية الأساسية. طبعا انا هنا بنختار المرحلة، وليكن مثلا المرحلة الابتدائية، تمام. وبعد كده بيقول لي اختار الصف الدراسي، انا بنختار الصف اللي انا عايزه، مثلا الصف الخامس او السادس، مثلا الصف الرابع. بتظهر عندي مربع كده في المشروعات البحثية كلها. هنا بيقول لي عرض لو انا عايز يعني اشاهد القالب، هنا بيقول لي تحميل، فطبعا انا هنضغط على تحميل. بيطلع لي المربع ده كده، بيقول لي هنا تمبليت يعني القالب بصيغة رير يعني بصيغة مضغوطة، وبيقول لي سيف از، فانا طبعا بنضغط على سيف از، نضغط اوكي. زي ما انتم شايفين حضراتكم كده القالب اتحمل معايا، ولكن بصيغة مضغوطة، فانا طبعا هفك الضغط بعد كده. بعد كده بنروح على الداونلودز او التنزيلات، بنضغط هنا انجينير ونيجي على داونلودز ونختار، نضغط عليها. زي ما انتم شايفين حضراتكم كده القالب بنضغط عليه كليك يمين ونعمل اكستراكت هير يعني استخراج هنا، والقالب اهو جاهز، بنضغط عليه اتنين كليك شمال. زي ما انتم شايفين حضراتكم ده القالب اللي احنا حملناه. طبعا انا هنا بنكبر الصورة عادي مفيش مشكلة خالص. هنا طبعا القالب هو مش جاهز كده للكتابة، لان لو انا ضغطت كتبت كده مفيش اي حاجة خالص، وزي ما انتم شايفين هنا الايقونات دي مش متفعلة. فانا طبعا بنعمل بنروح على قائمة فايل او ملف لو الورد باللغة العربية، ونضغط enable editing. زي ما انتم شايفين حضراتكم كده القالب جاهز للكتابة، تمام، جاهز للكتابة خلاص وجاهز للشغل عليه. بعد كده بيقول لي انا عايز ندرج صورة، فطبعا ده مكان الصورة، بنضغط ضغطة واحدة على الصورة ونروح على قائمة insert او ادراج لو الورد باللغة العربية، ونعمل insert بكيتشر، ونختار الصورة اللي انا طبعا منزلها من جوجل وليكن الصورة دي مثلا، ونضغط insert. بتيجي الصورة كده، وانا بنظبط الصورة بالابعاد بتاعتها على مكان، وهنا نفس الكلام بنضغط على مكان الصورة ونضغط insert insert بكيتشر، ونختار صورة مثلا وليكن الصورة دي، وبرضو نظبط ابعادها على المكان بالظبط او يعني تقريبيا كده، وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. لو استفدت من الفيديو اضغط لايك، شارك الفيديو مع اصحابك، لو لسه ما اشتركتش في القناة اشترك في القناة وفعل الجرس ليصلك كل جديد. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.